هكذا إذا مشاهدينا الكرام، هكذا تستمر الانطلاقات وتستمر التحديات وتستمر أيضا المتابعة بهذا اليوم بهذه الانطلاقات الجميلة، آخر أشواط أصحاب السمو الشيوخ وشوطنا الثامن الذي يحمل فئة الجعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم وأبناء القبائل. نسير مع البداية نتابع هذه الأعداد ونتابع هذه الأسماء. البداية هناك المركز الأول، مشاهدينا الكرام يتواجد شاهين بالمركز الأول أو الشبل لاسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راشد بن سعيد بالغافرية من يقدم الشبل بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني فهنا شعار بن خفية يتواجد مع شاهين أحمد بن عتيج بن علي بن راشد بن خفية مع شاهين. والمركز الثالث، المركز الثالث تصريح حمد بن سالم بن سليم الاكتبي مع المركز الثالث. والمركز الرابع يأتي هنا سلهوت سلطان بن طارش بن مبارك بالقبع ودخول بهذه اللحظات مع ضرغام راشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الاكتبي من يغير إلى المركز الرابع. ننتقل مع المركز السادس فهنا شاهين اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حمد بن راشد بن غدير المضمر. والمركز السابع، المركز السابع مشاهدينا الكرام وغير إلى المركز الخامس، هناك الفائز خليفة بن سالم بن ضبيعة من يطمح بالفوز ويطمح بالانتصار. المركز الثامن، المركز الثامن مايهاب حمد بن موسى بن غدير، بينما المركز التاسع، المركز التاسع مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام فيصل الوافي حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي من ينطلق مع الوافي على المركز التاسع. والمركز العاشر فينطلق مرموق حمدان بن راشد بن سرداح. هذه الأسماء، هذه الأسماء المتقدمة أيها المشاهدون الأعزاء متابعينا الكرام، نتابع نراقب نستمتع بهذا الشوط الجميل. الله الله اللي غير ضرغام، غير ضرغام مشاهدينا الأعزاء كان في المركز الثامن وتسلل من مكان إلى مكان من موقع إلى موقع، ها هو بالمركز الأول والموقع الأول لراشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الاكتبي من يقدم ضرغام بالمركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام الفايز خليفة بن سالم بن ضباعة. والمركز الثالث، المركز الثالث وصل تصريح حمد بن سالم بن سليم. والمركز الرابع، المركز الرابع شاهين أحمد بن عتيج بن علي بن راشد بن خفية شعاره يتواجد بالمركز الرابع. والمركز الخامس، الله الله يا وافي، وافي بهذا الأداء المميز لحميد بن سيف بن كعيب الفلاسي. والمركز السادس، المركز السادس الله يا الفاتن، الفاتن وصل لراشد بن محمد بن دحروي العامري. هذا الفاتن علقت عليه ثلاث مرات وهو يسبق في هذا الميدان. والمركز المركز السادس، المركز السادس مشاهدينا الكرام المركز السادس الشبل لاسمه شيخ حمدان بن محمد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية أبو سعيد أيضا يشارك مع هذا الشوط. والمركز السابع، المركز الثامن عذرا، المركز الثامن مرموق حمدان بن راشد بن سرداح. بن راشد حاضر بهذا أيضا الشوط والشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع شاهين والمضمر حمد بن راشد بن غدير. الله 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 يا سلام يا سلام، الشوط فيه أسماء، الشوط فيه مضمرين عمالقة وفيه أسماء متميزة تصول وتجول بكل ميادين سباقات الهجن. أعود مع المركز الأول، أعود مع ضرغام، ضرغام لا زال يواصل المسير، لا زال بالأمام، لا زال ينطلق إلى الأمام بالمركز الأول يبحث عن الانتصار ويبحث عن الناموس المملوك لراشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الاكتبي. يلا يا راعي ضرغام، يلا يا راعي ضرغام، خلك مع الأمام، خلك مع الأمام مع المركز الأول
المركز الثاني، المركز الثاني وصل الفايز، ومن يبحث عن الفايز هنا خليفة بن سالم بن ضبيعة من يقدم الفايز، والمركز الثالث الفاتن راشد بن محمد بن دحروي العامري، والمركز الرابع، المركز الرابع وافي حميد بن سيف بن حمدان الفلاسي، والمركز الخامس، المركز الخامس شاهين أحمد بن عتيج بن علي بن راشد بن خفية، وصل شعار بن غدير، وصل شعار بن غدير، ووصل شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وحمد بن راشد بن غدير، من يطلق شاهين بالمركز الثالث. الله الله الله، بدت التحديات، بدت الأوامر، بدت القوة، بدت السرعة، ولكن ضرغام 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 مشاهدين الكرام مع المركز الأول، مع صدارة الشوط يسيطر كل السيطرة على الزمام الأمور. ها هو ينفرد، ها هو ينفرد مشاهدين الكرام. الله الله يا ضرغام ضرغام مع المركز الأول راشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الاكتبي، من يقدم ضرغام. المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث، المركز الثالث مايهاب حمد بن موسى بن غدير، ولكن ضرغام 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 مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام سيطر كل السيطرة على المركز الأول. شاهين خطير، شاهين خطير بالمركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، حمد بن راشد بن غدير الواثق يتقدم بالمركز الثاني. الله الله الله، ولكن ضرغام، سلام يا ضرغام، سلام سلام لراشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الاكتبي على فوز ضرغام بالمركز الاول والمركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن مكتوم. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، سلهول سلطان مطارش بن مبارك بالقوبع، والمركز الرابع واحد المركز الرابع راشد بن محمد بن دحر العامري مع الفاتن، المركز الخامس المركز الخامس الهود سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبع. هكذا كانت النتيجة الأعزاء، تهانينا والناموس لجميع الفريق.